أسطورة ثالثة، يرى في المنام وتدركه الأبصار في الآخرة. يرى في المنام، هذا عنوان الأسطورة الثالثة. خذوا أساطير من ابن تيمية، خذوا أساطير من التيمية. أسطورة ثالثة، يرى في المنام وتدركه الأبصار في الآخرة. أولا لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة، لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة، أو لا تدركه الأبصار في الدنيا حال اليقظة. إذن لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة. أنا قدمت في الدنيا لنا فيها غرض حتى نؤكد على هذا، حتى نركز على هذا. قال في منهاج السنة جزء ثاني في معرض رده على المجسمة، هو يرد على المجسمة، من السخرية من المهازل أن شيخ المجسمة، المجسمة الأسطورية، التجسيم الأسطوري يرد على المجسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عجائب في هذه الدنيا، عجائب كثيرة. أقول تحت عنوان أولا لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة. قال في منهاج السنة في معرض رده على المجسمة، ادخلوا أو نقول أدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله، ما نفاه الله ورسوله، حتى قالوا إنه يرى في الدنيا بالأبصار. هذا أين؟ نفس المصدر. قلنا في منهاج السنة الجزء الثاني، من الذي نقله؟ نقله السقاف في مؤسسة الدرر السنية. التفت جيدا، انتقل من الجزء السابع، أو بعبارة أوضح انتقل من بيان تلبيس الجهمية من كتاب إلى كتاب. هل لا نعلم هل أحتاج إلى تذكرة السفر، إلى جواز سفر، إلى موافقة للسفر؟ نقول العشوائية والالتقاطية، وعنده كلام هنا وكلام هناك، لم يجمع شيئا. انتقل، أتى بكلام، بكلمات من بيان تلبيس الجهمية، وانتقل إلى مصدر آخر. ما هو المصدر الآخر؟ منهاج السنة. من بيان تلبيس الجهمية جزء سابع إلى منهاج السنة الجزء الثاني، ليس عنده وحدة موضوع، ليس عنده نظرية، ليس عنده أصول وأساسات وضوابط يسير عليها، كلها عبارة عن تشويش وتشويه وأمور تلتقط من هنا وتلتقط من هناك، وأسماء تذكر هنا ويذكر غيرها هناك. أقول قيد الرؤيا ب في الدنيا، وواضح أن الشيخ التيمية في مقام بيان وليس الهزل واللغو، فتصريحه وتقييده للمحذور في الدنيا يفهم منه أنه لا محذور عنده فيما إذا كانت الرؤيا في غير الدنيا، كالرؤيا في الآخرة أو رؤيا النوم أو الرؤيا في المعراج، وقد ثبت عنه دفاعه الشديد عن الرؤيا وإدراك الأبصار بعين الرأس في الآخرة وفي غيرها، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وهذه مخالفة صريحة شنيعة لنص قرآني صريح واضح محكم. قال الله الواحد الأحد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثانيا الحديث، لا زال الكلام في الأسطورة الثالثة، لا زال الكلام في أسطورة ثالثة، الحديث صحيح ويثبت رؤيا الله في المنام. إذن الحديث صحيح ويثبت رؤيا الله في المنام. قال والشيخ الإسلام ابن تيمية، لا زال الكلام أيضا نقول للسقاف، يقول قال السقاف وقال وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال، نفى أن يكون في الحديث إشكال لأنه رؤيا منام. لاحظ يقول وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى، هناك يقول كل العلماء، هنا يقول ليس وحده، يريد أن يطرد الوحشة والوحدة والزلل ويداري المغالطة والسقم في الدليل الذي يأتي به. يقول السقاف، يقول وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال لأنه رؤيا منام، بل ذكر ذلك. يقول ابن تيمية إذن يقول لا يوجد إشكال في الحديث، الحديث صحيح ولا يوجد فيه إشكال. لماذا يا ابن تيمية؟ حسب ما يدعي هذا يقول لأنه رؤيا منام وانتهى الأمر. يقول بالذكر هذا، يقول ليس فقط ابن تيمية هو الذي ينفي وجود إشكال في الحديث، بل ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم ومن هؤلاء يذكر. يقول الذهبي
في ميزان الاعتدال يقول يعني ينقل عن الذهبي: وهذه الرؤية أو هذه الرؤية رؤية منام إن صحت. والسيوطي في اللآلي المصنوعة يقول: قال وهذا الحديث إن حمل على رؤية المنام فلا إشكال. والعجلوني أو ما أعرف الاسم بالضبط في كشف الخفاء العجلوني في كشف الخفاء نقل كلام السيوطي ولم يتعقب والمعلمي كما في التنكيل قال إن لهذا الحديث طرقا معروفة، في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام وفي بعضها ما يصرح بذلك، فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسا وغيرهم. يعني يقولوا من هؤلاء الذهبي والسيوطي والعجلوني والمعلمي وغيرهم. خامسا قال الإمام الدارمي في النقض، لا زال كلام السقاف، يقول قال الإمام الدارمي في النقض على المريسي أو المريسي في الجزء الثاني: عند كلامه على حديث أتاني ربي في أحسن صورة، يقول الدارمي: وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. مؤسسة الدرر السنية، أشراف ومراجعة السقاف.